أنا لي مسرحية مشارك بها في مهرجان المسرح القومي، مسرحية جريمة بيضاء، أخرج الأستاذ سامح بسيوني، وأنا سعيد بهذا العمل سعادة لا توصف، لأن أنا مش مجرد سعادة إن أنا مشارك في العمل ده، أنا كنت حريص إن أنا أبقى موجود فيه، لأنه عمل مهم له قيمة. الكاتب الصحفي الأستاذ يسري حسان صاغه ببراعة شديدة جدا، فإحنا بنوصل رسالة مهمة، رسالة الكلمة. الكلمة ممكن تموت، ممكن تحيي، فأرجو أن الرسالة تكون وصلت للجمهور بشكل كويس. بذكر الأعمال المسرحية، يمكن المسرح واخدك الفترة الأخيرة عن الأعمال الدرامية، والجمهور دايما بيبقى عاوز يتكلمي عن سبب غيابه. هو أنا بحب أنقي الأعمال اللي أنا بشتغل فيها، ببقى حريص جدا أن العمل يكون ليه هدف وليه مضمون وليه قيمة توصل للسادة المشاهدين. فلما بلاقي عمل دون المستوى بعتذر عنه، لقيت نفسي في المسرح بشارك في المسرح بكل سعادة. المهم في النهاية أقول كلمة توصل بشكل كويس. على ذكر الفرصة برضو لتنوع الأفكار لعمل الموضوع، بنشوف فنانين في الفترة الأخيرة بيطلعوا يقولوا إن الفن مش رسالة، هو مجرد تفكير. مع البصرية دي لا 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 لا، طبعا الفن رسالة، ورسالة مهمة جدا. والدليل إن في بروتوكولات حكماء صهيون أما بيحبوا يدمروا مجتمع، أهم عندهم في بروتوكول مهم اسمه الإعلام، اللي هو بترفعي بيه بلد أو بتنزلي بيه بلد. فالفن رسالة، ورسالة مهمة، علشان كده أي فنان لازم يبقى واعي للي بيقدمه، ويبقى حريص على الهدف المنشود من العمل الدرامي اللي هو بيبقى قائم عليه أو فيه. فمهم جدا الرسالة توصل بشكل محترم للسادة المشاهدين عشان نقدر نرتقي بيهم. الجمهور دايما لما الفنان بيغيب فترة بيفكر ان هو بيمر بأزمة صحية او حاجة، غيابك ده كان فيه أزمة ما ولا؟ لا لا لا، ما فيش أزمة ولا حاجة الحمد لله. انا بس كنت مشغول بالمسرح، وان شاء الله بعد في خلال شهر بنجهز مسلسل هيطلع للنور بقى بإذن الله بعد شهر ان شاء الله. ما هو المسلسل لسه قائمين على إعداده دلوقتي، لكن المسرحية اللي داخلها مسرحية أرض الفراولة إحنا ابتدينا فيها بروفات، فعشان كده قلت لك عليها. أول ما نبتدي إن شاء الله هبلغكم بيها على طول. أنا بحب 24 جدا، موقع 24 مهم جدا بالنسبة لي، وببقى حريص إن أنا أبلغكم والله بكل الأخبار أول بأول.